اكفى بندر، نبغى المشوي، نبغى الشغل الشامي. تلحق ما تلحق اكفى بندر. ما بدأنا نوصل لذا الهريف قدامنا زي ما ارسلت لكم المقطع اللي قبل السنة بذي، بنشتغل مشوي، ولكن مشوي بيكون على السريع. كان ودنا يكون شامي لكن للأسف ما بمدينا عليه، نظرا للوقت ضيق، يا دوب نقطع فيه ونبهره بالبهارات الخاصة اللي تخصني أنا شخصيا. توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قطعنا اللحم وزبطناه وزبطناه بالطريقة هذه، نبدأ نتبل اللحم بالصوص اللي موجود عندنا عشان نبدأ نشوي صوص. طبعا بعد ما تبلنا اللحم وكل شيء، خليه هنا في الثلاجة لمدة ساعة ساعتين على حسب النار متى ما تجهز. الله يكتب لك. باقي الكبدة لأن ما بنحطها في نار، أنا قطعتها بالطريقة هذه، هي والكلاوي بالطريقة هذه طبعا، والقلوب برضو أيضا قسمتها الشريح، ونبدأ نلحفها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نلحف الكلاوي، نضبطها عشان ندخلها الفرن، عندنا العايد الكهربائي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، هيا إلى الفرن. يا سلام، هذا هنا الفرن. بسم الله ما شاء الله، تأخذ تقريبا 20 دقيقة أو أقل، يمكن ربع ساعة وتنتهي. نرجع للنار حقتنا، نضبط الشبك حقنا، طبعا نسوي له تعقيم بالنار على بال ما تصير إن شاء الله جمر، ونبدأ نشوي. بسم الله. وهذا بعد ما تتبل في الثلاجة، أخذ لها ساعة ونص تقريبا، رصينا رص ما في لدحش في هذا الشبك، إن شاء الله نستوي، إن شاء الله نزبط. طبعا بعد الشد والحط والنار اللي أكلتنا، الله المستعان، هذا مشوي نبي حكمنا ما شاء الله تبارك الله، قاعدة تلف لفات هنا ما هي سهلة. يا سلام، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قبل كبدة بس وخلاص، وأقول لك مش شاكرين. بسم الله ما شاء الله.